بعد سنوات طوال من الظهور وإثبات لسلطة الصحف الورقية كوسيلة من أهم وسائل الإعلام لنقل الخبر للمجتمع، ها هي شمس الصحافة الورقية بدأت في المغيب، وذلك بعد أن تلاشى عدد المهتمين بقراءة الأخبار ومتابعة المستجدات على الساحة عن طريق الصحافة الورقية. أوعز البعض هذا الغياب نظرا لاهتمام المتابعين لقراءة الأخبار ومتابعتها عن طريق أسهل كوسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف الإلكترونية. وعلى الضفة الأخرى تعالت أصوات المنتمين للصحافة الورقية مطالبين بإعادة الوهج إليها، فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، علاوة على ممارستهم للعمل الإعلامي بكل شغف وحب. رونق خاص للصحف الورقية يتمنى الجميع أن تعاد إليها هيبتها والمتابعة لها. فهد المسعودي، يا هلا.